كل الحمد ايه لله تمام. الاستقالة اللي انتوا تقدمتوا بيها النهاردة دي خير؟ والله انا هبتدي من حيث ما حضرتك انتهيت، هل التصنيف ده ينفع عندنا ولا لا؟ تمام. التصنيف ده ما ينفعش عندنا خالص، لان ده كده هيقتل روح المنافسه. في فرق بين ان انا اتنافس لمده سنه او ان انا اتنافس فتره زمنيه قليله. السنه يعني دي انت شايف ان المنافسه على مدار سنه كامله هتقتل الطموح، لكن لما يكون ما بين اسبوعين ثلاثه بس يبقى ده افضل. هيزيد التنافس ما بين الحكام، واعتقد ده الافضل، وبرضه هنقدر نسيطر على العدد بتاع الحكام وكل حاجه. لكن انا خلاص انا عارف كده كده انا مش هلعب السنه دي. هتألق ليه؟ تمام. هتألق ليه؟ واعمل ليه؟ واشتغل ليه؟ وعادي حاجه. الحاجه الثانيه، انا صنفت على اساس ايه؟ التصنيف اني تقرير المعسكرات. في ناس ما كانتش راحت المعسكرات واتاخدت، في ناس ما راحتش واتحطت في المستوى الثاني. طب عشان ايه؟ ما راحتش يعني في الحكام يعني؟ في المعسكرات اللي قبل كده. خلاص نطلع التقييمات بتاعت الناس، الناس كلها شبه بعض. الناس كلها شبه بعض، في كلها فروق بسيطة. ليه نقتل الطموح بين الحكام؟ ليه حكم يبقى بيلعب في الدوري الممتاز يلاقي نفسه مش هيف آخره إن هو يتفرج على الدوري الممتاز قدام التلفزيون، لكن مش هيلعب سنة كاملة قاعد في بيتهم؟ ليه؟ ده لمصلحة مين؟ أنا أعتقد مفترض كان الراجل قاعد مع الناس أصحاب الخبرة، طالما بيتكلم من الناحية الإدارية الأول. الناحية الفنية دي بتاعته، لكن الناحية الإدارية لما يجي يعمل لائحة هل يشوف دي هتنطبق يعني هتمشي مع التحكيم المصري ولا مش هتمشي؟ هتمشي مع الحكام المصريين ولا لا؟ هتمشي مع طبيعتنا ولا لا؟ ده الأهم بقى من ذلك. هو بقاله دلوقتي معانا 6 أو 7 شهور. أعتقد حضرتك في اتحاد الكورة كم مرة الحكام جم؟ كم مرة الحكام اللي غضبانة من القرارات جم؟ الكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده، كان الحكم عارف إن هو ممكن في أي وقت من الأوقات إن هو يلعب. مع اللوائح الجديدة، مع تغيير اللجان، في حكام كتير دلوقتي قعدت في البيت، فاللي قاعدين في البيت دول مين حقه ان هو يدور عن حقه؟ رغم ده ومع ذلك انا مش موافق ان هم يروحوا يتجمعوا في اتحاد الكورة برضو عن طريق قنوات الشرعية، لكن انا بقول احنا وصلنا لمرحلة ان كل شوية العدد في الزياد بيروح اتحاد الكورة، وده اعتقد يعني اعتقد امنيا مش كويس. انا بكلمك من ناحية الاهو، انا بكلمك بصفة ايه؟ الراجل اللي في الشارع، امنيا مش كويس، داخلين على انتخابات رئاسة، تمام؟ اعتقد كان في الموضوع ده يتاخر حتى اعتماد اللائحه شويه، تمام؟ ونقعد مع الناس ونشوف ايه اللي يتوافق مع الحكام المصريين. حرام. حكام كتير هتقعد في البيت، حكام كتير هتبطل. الكلام ده صعب جدا 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 جدا. انا ما بتكلمش في حاجه شخصيه خالص. بتكلم للصالح العام، ومع ذلك سواء انا موجود في اللجنه او بره اللجنه انا قلبا وقالبا مع التحكيم. يعني دي اسباب استقالتك النهارده؟ طبعا. يعني انا مثلا على سبيل المثال اقول اسماء، عندي حكم احمد ناصر. انا ده بقدمه هديه للتحكيم المصري. ليه يقعد في البيت؟ ما يلعبش في الدوري الممتاز ليه؟ عندي حكام بقالها 10 سنين بتحكم في الدوري الممتاز مساعدين، اذا كان محمد ابو العزايم او احمد الكيال او كريم مهيل المفترض اصلا كريم ده كان من زمان ممكن يبقى حكم دولي، الوحيد من عندي مصطفى عطيه. يعني لما اقول انا عايز اقدم حكام، انا بقالي سنتين في اللجنه بقدم مساعدين هدية والله العظيم للجنة الحكام، إذا كان توفيق ولا محمد خليفة ولا أمين قال، أنا بقول بالأسماء عندي أهو، ناس أنا بقول لك عايزهم يبقوا حكام دوليين، تخيل ولا موجودين في القسم الأول ولا موجودين في المحترفين، أنا هواجه الناس دي إزاي؟ الناس ملتزمة معايا، مش عايز أقول لك إحنا ماشيين يعني والله العظيم قرارات صارمة معاهم والناس ملتزمة، عشان إيه؟ مستني إن هو يتكرم، فتخيل بقى أنا بعاملك كده عشان وعايزك تبقى كويس وفي الآخر مفيش مقابل ليك. ايه المفروض نعمله؟ طيب قبل ما تقدم رسالتك ليه ما طلبتش اللي انت تقعد مع اللجنه كابتن فاروق وكابتن بريرة؟ بص تواصلنا كتير، الراجل من ساعه ما جه مسافر هنا في معسكر، حتى في وقت المعسكر بتاع الدوليين اللي هو في الاول اتعمل في الاول ده سافر ما كانش موجود، احنا فوجئنا ان اللائحه طلعت. يعني حتى اللائحه من النواحي الاداريه يعني ما قالش فينا هو حكم لسه عنده 40 سنه فبره بيحكموا لحد 55 سنه، 40 سنه لو ما وصلش لمرحله معينه يبطل؟ ليه نقتله ولا نموته ولا نعمل ايه؟ او احنا اصلا بنزود القاعده ولا بنقلل القاعده؟ بنخلي روح التنافس موجوده ولا بنقتل روح التنافس مع الناس؟ وخصوصا بقى اعيد تاني ان العامل البشري بيتدخل في تقييم الناس، والعامل البشري في لجان الحكام على مدار السنين اللي فاتت انا بقول لك تقييمه ظالم. تقييمه ظالم، ليه نظلم الناس؟ يبقى ايه المانع ان احنا نخلي الناس كلها موجوده والناس كلها عندها امل ان هي تبقى موجوده ان هي تلعب؟ دي حاجه. الحاجه بقى الثانيه، انا هقول كلام دلوقتي ممكن ما يعجبش ناس، تمام؟ الفتره اللي فاتت كلها الكل اي حاجه تحصل مخالفه يقول لك اللي بيعمل الكلام ده احمد ابو العلا، تمام؟ وانا بقول لا، شوف بقى على فكره انا عكس الناس كلها.
كل اللي يتكلم يقول لك احمد ابو العلا، انا بقول لك لا، احمد ابو العلا مالوش دعوه بالقصه دي خالص وعلى مسؤوليتي، واللي عنده عكس الكلام ده يطلع يقوله لي بالمستندات. جميل. شوف انا بقول لك اهو ليه. بص على فكره كل اللي جالي اللي موجودين واللي مشوا واللي قبلهم كلهم علاقتي بيهم طيبه، بس انا من كتر قربي من الناس لا انا عارف مين اللي بيكذب ومين الصادق ومين الكذاب. احمد ابو العلا في اي وقت لو اتصلت بيه بيرد عليك، بيتواصل معاك. ناس ثانيه 10 ايام على ما يرد عليك. تمام. فاعتقد اللي الرد جاهز بالنسبه له والدنيا ماشيه، لا انا واثق فيه ثقه تامه ان الراجل ده بعيد عن الكلام ده. وندور على مين المستمر ومين مش مستمر في الناس اللي جاني اللي موجوده دلوقتي. يعني دي اسباب استقالتك من لجنه الحكام. اللائحه مش عجباني. حكام السويس دلوقتي، التحكيم في السويس اتقتل. تمام. هل يرضي ان الكابتن جمال صدقي الرمز التحكيم في السويس، رمز كبير، ما يكونش موجود مع مقيمين الحكام اللي هم المراقبين؟ ينفع كابتن جمال؟ كابتن جمال صدقي يعني كابتن جمال صدقي اللي انا قافله، انا هوش انا رئيس لجنه الحكام في السويس. انا لما نيجي نتكلم على التحكيم، كابتن جمال ده الرمز، رمز من رموز محمد. ايوه انا بص انا بقول لك، انا بقى انا كاحمد العدو اقف انتباه وادي التحيه للكابتن جمال صدقي. ازاي الراجل ده مش موجود؟ ينفع؟ هو جاي، احنا جايين نهين التاريخ؟ مش متمثل بالكابتن جمال، في كل اللي زي الكابتن جمال جميع المحافظات. طب اقول لك حاجه، هو انا لما يجي لي ماتش في السويس هجيب مراقب من بره السويس؟ المفترض يبقى عندي. هنجيبها ازاي؟ يعني ولا واحد في السويس، يعني ولا واحد في السويس اصلح؟ طب انت مخليني رئيس لجنه. طب مخليني رئيس لجنه ليه؟ ولا واحد. طب مخليني رئيس لجنه ليه؟ طب انت مخليني محاضر معتمد في الاتحاد المصري لكره القدم ليه؟ وموديني معسكر من يوم 8 ل 11، يعني انا بحضر الحكام ما اعرفش اقيم الحكم؟ طب بس لا، انا اللي انا برضو كلمه حق، اللي انا عرفته ان في 50 مقيمين او مراقب عندهم تمام معسكر من بكره، وفي 50 تانيين بعد 10 ايام. لا بعد شهر هيكون الدوري بدا. لا لا لا، اللي انا عارفه ما انا بقول لا اللي اتقال لنا بقول لك كده اهو، والمعسكر الثاني 34. طب هنقول حاجه بقى، هي الناس دي اختاروهم على اساس ايه؟ بعتوا لهم امتحانات على اللينكات؟ طب في ناس كتيره جدا 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 ما اتبعتلهاش امتحانات، ليه وعشان ايه؟ انت عملت امتحان يا كابتن ولا ما والله العظيم ما امتحنت. ما انت عشان كده بره اللجنه، مش هتبقى موجود. طب ما حدش بعت لي. طب ولما يكلموني النهارده يا احمد تعالى بكره المعسكر وانا رفضت، لان انا مش هعمل موقف بطولي على حساب زمايلي. لا، الناس دي كابتن جمال، كابتن مجدي عبد العال، كابتن عبد الرحمن، كابتن اشرف داوود، كل الناس دي احسن مني، دي الناس اللي بتراقب، هم يروحوا الاول وانا اخر واحد. فمش معنى ان هو يقول لي تعالى انت الاول انا افرح واروح، لا طبعا ما اعملش الكلام ده، انا عمري مش، انا مش هحترم نفسي لو عملت الكلام ده.